هنعمل كيكة بالخوخ. الخوخ ده سواء كومبوت او سواء عادي يعني طازة ماشي كده او كده شغالين. انا هعمل كيكه كبيره، كيكه كده كبيره دي عباره عن ايه؟ عندي هنا علبه كبوت خوخ، خلاص عندي مش عندك. هتجيب الخوخ وتقطعيه نصين كده وتاخديه غلو على النار، فتسويه على النار يعني كانك بتعملي كبوت. وعندك هستعملها ايه تاني وهوريك الطريقه بتاعتها لذيذه قوي. وعندي ثلاث بيضات، ثلاث كوبايات دقيق، كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من اللبن، كوبايه من الزيت، ومربى ده للوجه للتزيين، ورشة الملح، تلات بيضات، وعندي كوباية زيت، حلو كده الكلام، وعندي كوباية ونص لبن، وكوباية ونص سكر، والفانيليا ده رشة الملح، الفانيليا يا ولاد يا ولاد يا ولاد، احطها هنا تمام، واضربهم مع بعض. هنيجي بقى هنا ايه هنقطع. بصوا عندي هنا ايه الخوخ اللي هو الكمبوت تمام. اليابانيين بقى بيقطعوا بقى زي ما قلت لكم الخضار والحاجات دي، وانا بقى كنت زي ما قلت لكم ما بستعملوش قبل كده غير في حاجات قليله قوي، ولكن لما شفت فيديوهات ليهم عجبتهم قوي، عجبتني يعني، لان هي يعني مالي ما واستعملته حرمي، ما انا ده بيقطعش لحم ضعيف طبعا برضو. بصوا بقى انا هنا ايه، ادي الخوخ اهو خلاص. بعمل ايه بقى؟ ادي الدقيق اللي انا حطاله الايه رشه الملح بس، خلاص كده ما عملتش لسه حاجه اهو. هنا كده ادي الايه الخوخ اللي احنا قطعناه سواء كومبوت او سواء انتوا سالقينه. حلو حلو الكلام. عندي هنا الدقيق اللي حطاله رشه الملح وحطاله باكو بيكنج باودر، تمام الكلام تمام الكلام. انا بحب احط له قوي بيكنج صودا يعني بعزها، وممكن احطها هنا في الخلاط يعني حاجه صغنونه كده. بص واخدها على ظهر المعلقه كده يعني قولي ربع معلقه صغيره بالظبط، واحط معلقه خل. دي حاجات اساسيه في الكيكات بقى، دي حاجات كده وتنسيهاش مهما يجيلك اي مقادير، حطي بيكنج صودا وحطي خل. هحط عليه الدقيق اللي بالبيكنج باودر ورشه الملح. الخوخ اللي انا قطعته هحط عليه الدقيق اللي بالايه بالبيكنج باودر ورشه الملح تمام، واقلبهم كلهم مع بعض كده يعني اغطي الخوخ كله بالدقيق ده. ليه انا بعمل كده؟ على يعني ليه ما خليتش نعمل العجينه الاول وبعدين انزل فيها الخوخ؟ لا، علشان الخوخ ده ما ينزلش ما يسقطش في ارضيه الصينيه، ماشي؟ عشان ايه ما يسقطش في ارضيه الصينيه. اي حاجه عايزه اضيفها للكيك عندي، زبيب بقى، فواكه مسكرة، أي نوع فاكهة، لازم أغطيه كده مع الدقيق، وبعدين أروح حطاله الخلطة اللي في الخلاط. خلاص؟ فعندي هنا ثلاث كوبايات من الدقيق، حطيت خوخ، أيوة المقادير معاكم أهي، حطيت خوخ، حطيت باكو بيكنج باودر، وحطيت رشة الملح. أوكي، هنزل ده كده عليها. وبالراحة هقلب كل المكونات. ماشي، اخلي كل الدقيق يروح، وبعدين هجيب بقى صينية كب كيك احط فيها شوية والباقي هدخله صينية، وانا جاي برضو صينية واسعة عشان مش عايزاها تبقى كيكة تخينة قوي. لو انت عايز تعمليها كيكة تخينة صغري الصينية عادي، يعني هي مقدار الكيك هنا يعني مش مهم انا هعمل في صينية قد ايه، لا خالص ملوش دعوة. هي اهم حاجة ان الصينية لو واسعة هتطلع الكيكة رفيعة، لو الصينية ضيقة تطلع الكيكة تخينة. اتأكد بس ان مفيش ايه دقيق،
وبعدين بقى نيجي هنا صينيه كب كيك، معلقه ثانيه وابدا انزل في كل واحده معلقه عشان ده كب كيك صغنن، لو عندك الكبيره ماشي معلقه، وتاكدي ان يكون فيها قطعه من الايه من الخوخ. دي بتبقى جاتو هاية، حبة زوائب كريم شانتيه بعد كده بقى جامدة جدا. الخوخ كده كأنك حاشية بيها، هي بتبقى في وسط الكب كيكاية كده، وأحط من فوق عليها الكريم شانتيه كأنها، بص بتأكد بس إن أنا حاطة قطعة خوخ كل واحدة، وبعدين أحط إيه من غير القطعة. بتاخد 10 دقايق في الفرن، ما بتاخدش وقت خالص. ماشي ادي كده اهو، احطها بقى ايه، شوف الفرن ده هياخدها ولا احطها في الثانيه. لا هياخد، حلو ما شاء الله. ماشي على 180 درجه، جايبه صينيه كبيره علشان ايه علشان تطلع معايا، مش عايزاها تخينه، انا عايزاها يعني معقوله وسط او رفيعه بمعنى اصح كمان كده اهو. ماشي شايفينها قد ايه، دي هتطلع ان شاء الله يعني برضو يعني مش سميكه قوي ان شاء الله يعني.